سبحان الله، منظر رائع. دي المجموعة الشمسية وعمرها دهور ملايين السنين ويمكن أكتر، وجواها 8 كواكب في فلكها بتدور. تعالوا نتعرف على كواكب المجموعة الشمسية. كوكبنا الأول في المجموعة هو كوكب عطارد العجيب، وبيجي هو دايما في أول الترتيب. وعطارد بيكون أصغر الجميع ومكانه لشمسنا قريب. تاني كوكب معانا هو كوكب الزهرة، والزهرة كوكب عنيد دايما بيخالف باقي الكواكب وبيدور عكس الكل، ودايما أجواءه حارة جدا ومتوهجة على طول. ده بقى كوكب الأرض. كوكب الأرض بالتحديد الكوكب الوحيد اللي بيمتاز بالحياة، وليه غلاف فريد من نوعه، وهو كوكبنا اللي احنا عليه عايشين. جينا بقى الأكبر الجميع، وهو كوكب المشترى البديع. وكوكب المشترى بيمتاز ببريقه الشديد، ودايما بيكون دورانه سريع. ده بقى لقب بكوكب المريخ، واسمه الكوكب الأحمر، وبيكون كوكب صخري جدا وبيكون منظره بديع. نيجي بقى لكوكب زحل، وده ليه الإبهار وبجماله بنحتار، ويمتاز بالحلقات وأماره الكتير. ده بقى أورانوس الجميل، دايما لجانب بيميل، واسمه العريق كان وحي من الإغريق. ده بقى آخر كوكب، وهو كوكب نبتون البعيد، ويمتاز بلونه الأزرق الفريد، ودايما عليه عواصف كتير وجوه على طول بيكون برد شديد. ما أروع الفضاء، وكمان النجوم موجودة بتزين السماء.